حاجات لا طائل منها، حاجة في وسط حاجة، بمعنى معركة أخرى زايدة تنضاف للوضع في البلاد، بلاد باركة، بلاد فالسة، بلاد معناها كل الخبراء الاقتصاد في الداخل والخارج يقولوا لا قادمة على أيام اقتصادية واجتماعية بائسة وصعيبة برشا، وإحنا تركيزنا كل التركيز. أنا وليت نقول باهي خلي يتحل توا مسألة على القضاء، أي معناها باش تصبح غدوة سويسرا هي البلاد، باش تصبح غدوة السويد، هنذكر الساعة، مسألة على القضاء هما قضاة وممثلي قطاعات في القضاء تم انتخابهم من طرف القضاة، القضاة هما انتخبوهم ما عينوش رواحهم، راهو انتخبوهم وفق ما نص عليه الدستور في باب السلطة القضائية في إطار استقلالية السلطة القضائية. اليوم الرئيس استولى على صلاحيات السلطة التشريعية عن طريق تجميد عمل البرلمان، واليوم يحب يستولي على صلاحيات السلطة القضائية. معناها لو يتقدم الرئيس، وهذا ما لا أتمناه على عكس محمود، والرئيس يعرف مخاطر حل المجلس الأعلى للقضاء، وانت ماشي تطلب البنك مونديال، وانت ماشي تطلب من الجهات الدولية المانحة كل من حين راهم منبهين عليك، المس من السلطة القضائية عن طريق حل المجلس الأعلى للقضاء سيكون في معناها نزع نهائي لقناع ما تبقى من ديمقراطية في البلاد، واضح، وهذا مشروط بها المساعدة الاقتصادية. اليوم أنا بالعكس ما نتمناش الرئيس يمشي في الواحد، هو عمل له الخطة الاستفزازية هذه، وهو يدرك الرئيس كان جاء عنده الحسم في ذلك، راهو حسم البارح، أما يدرك خطورة، كان عنده الحسم في مخه أنه يحل، كان يعرف بلاش تداعيات وبدون تداعيات راهو حله من البارح، لكن هو دليل أنه ما ينجم، مقدر خطورة الإقدام على مثل هذه الخطوة، بدأ يتحرش بالمجلس. أي خلنا نقلق البارح شو عمله، عرضوا على قارعة الجلد الشعبي الجماهيري الغوغائي الشعبوي العام، أش عمل، هبط له أرقام، اليوم ماك تعرف تهبط رقم 400 يترا، ياخذوا 400 يترا، ياخذوا في 2 ملايين و400 بريم، معناها أول مرة معناها نشوفه في بلاغ، معناها رئيس الجمهورية تحط في أرقام، هذه معرضو لكي يعرض القضاة على قارعة الطريق للجلد في ظل أزمة خانقة، المليون بالنسبة لشعبنا في الفيسبوك راهو دليل فساد، خطر بالمنطق هذايا زادة، لا تنجي يقول يا ولادي هاو الولايات يخرجوا في 5 ملايين و400، الرئيس وهاو ياخذوا، هاو الرئيس ياخذ في 17 مليون، وهاو الولايات 5 ملايين و500 تيترا إيسانس مش 400 تيترا إيسانس، وهاو كي يعملوا الولايات في النظام الترتيبي الخاص بهم هما في المكافئات، كي يتنقل 50 كيلومتر، كي يتنقل اكثر من 20 ولا 30 كيلومتر، عنده 50 دينار في النهار فريد ميسيون نتاع التنقل، معناها شكون اللي كتب البارح نقرا فيه قال معناها والي بن عروس كي يهبط الداخلية، يهبط الداخلية في شارع بورقيبة يعمل 50 دينار، اي نحلوا، انا بالعكس هذا تحفيز، خلي الوالي يخدم على روحه، انت قاضي، انت القاضي كان جد دنيا دنيا، راهو اغلى، راهو اكثر واحد ياخذ فلوس، قاضي يقف قدامه رجل اعمال يملك المليارات ويحسم في ملفات نتاع مليارات وياخذ في 2 ملايين وياخذ في 3 ملايين وتحبه في الاخر ما يفسدش، اللهم يكون الشيطان عمر بن الخطاب ويدور به الشيطان وكذا، حتى في مخه تحبه ما يفسدش، يا رسول الله يعني نبلغوا المستوى نتاع انه ننشروا الحكايات هذه للعبور لكي يتم جلد القضاة، هل البلد البلد محتاج لعركة أخرى أو عركة مع برلمان؟ الرئيس يقول لك العركة الأساسية مع القضاء، لأنه كل شيء في البلاد هذه لن ينصلح حاله إلا إذا انصلح حاله القضاء. أعطيني حلول كيف باش تنقذ الاقتصاد البلاد، أعطيني حلول كيف باش ترخص في المعيشة، أعطيني حلول كيف باش تتحكم في الأسعار، أعطيني حلول كيف باش توفر المواد هذه الغايبة على السوق، ويزينا مهالمعارك الهامشية الجانبية اللي هي معارك تزيد تضر البلاد أكثر من اللي تنفعها.